ويلكم يوتيوب وفيديو جديد من سلسلة التحديات. فيديو النهاردة او تحدي النهاردة بمعنى صح نفس التحدي اللي انا عملته على فيديو باري تيوب حاولنا نجيبه وحاولنا اللي احنا نجيب يعني وشه للناس، لكن هو المشكلة اللي هو حتى المارد السحري جاب لي يوتيوبر تاني ومعرفش يجيب باري تيوب نهائي. لكن النهاردة معنا شخص تاني او يوتيوبر تاني اسمه هنودي يوتيوبر ده بيطلع يتقطع على باقي اليوتيوبرز التانيين، يطلع او مش لازم نقول يتقطع، ممكن نقول اللي هو بيهزر او بيطلع يتكلم على الناس. المارد السحري هيقدر يجيب او يعرف هنودي ولا لا؟ فيلا بينا على الفيديو. هل الشخصية انثى؟ لا. هل تظهر الشخصية على شاشة التلفزيون؟ لا، بصراحة هنودي عمر ما ظهر على شاشة التلفزيون ابدا. هل الشخصية يوتيوبر؟ نعم، الشخصية يوتيوبر وبتعمل فيديوهات على اليوتيوب. هل الشخصية من اصول مصرية؟ لا. هل الشخصية من اصول سعودية؟ نعم. هل الشخصية نحيفة؟ وغالبا هو نحيف. نحيف، انا بشوف الفيديوهات بحس ان هو نحيف. هل الشخصية مشهورة بسبب الالعاب الكرتونية؟ لا. هل تعيش الشخصية في مدينة الرياض؟ بصراحة انا مش عارف، يعني انا ممكن ندوس انا لا اعلم، لان انا بصراحة مش عارف هو بيعيش بجد في الرياض ولا لا، بس ندوس انا لا اعلم. هل الشخصية دمية بنت تظهر معها دائما؟ انا حسيت اللي هو قصده على دايلة، حاسس اللي هو قصده على دايلة، لكن لا ده مش. هل تشتهر الشخصية بالمقالب؟ بالمقالب، هنودي بيعمل مقالب. ممكن اكون شفت له مقالب، لكن لا، هو يعتبر مشهور باللي هو بيتقطع على الناس او بيتقطع على اليوتيوبر صحابه او مثلا حاجه شبه كده، فاقول له لا. هل الشخصيه لحيه سودة؟ لا. هل ترتدي الشخصيه نظاره طبيه؟ لا برضه، نظاره طبيه لا. هل الشخصيه محترفه في روايه القصص المرعبه؟ هل الشخصية محترفة في رواية القصص المرعبة؟ أنا لا أعلم، عشان ممكن يكون هو عمل فيديو وأنا ممكن أكون ما شفتوش. هل تعيش الشخصية في مدينة جدة؟ من الممكن يعني. هل تعيش الشخصية في مدينة الطائف؟ من الممكن، معرفش. هل الشخصية ناقلة للأخبار؟ هو ممكن يعني هو بتنقل الأخبار اليوتيوبرز، ممكن هي كانت بتقول أخبار، ممكن نقول من الممكن. تمام. هل الشخصية يرفض إظهار وجهه؟ لا. ايه ده، هو كان قصده هنا على باب التيوب ولا ايه؟ هل الشخصية تعيش في جازان؟ انا لا اعلم. هل تعيش الشخصية في مدينة راس الخيمة؟ انا لا اعلم. هل الشخصية من مدينة الرمسة؟ انا لا اعلم. هل هو من منطقة نجران؟ انا معرفش والله هنودي ساكن فين، انا معرفش هو منين اصلا، يعني هو من السعودية حاجة، يعني هو مش من اصول مصرية بس من اصول سعودية، لكن معرفش هو منطقة ايه بالظبط، بس هقول له انا لا اعلم. هل الشخصية من مواليد مكة؟ انا لا اعلم، انا مش عارف. هل الشخصية يتيمة الاب؟ هنودي يتيم الاب، هقول له انا لا اعلم للأسف. هل الشخصية سريع الجري؟ انا لا اعلم برضه. هل تقدم الشخصيه برنامجا ساخرا على اليوتيوب؟ ايوه، هنا بقى انا متاكد 100% انه المارد السحري دلوقتي هيجيب هنودي دلوقتي حالا. نعم. هل الشخصيه تسكن مع والدها؟ من الممكن. هيجيبها لي دلوقتي، هيجيبولي هنودي اسم. جابوا يا شباب، جاب هنودي اسم اهو زي ما انتم شايفين عندكم، باين معرفش هو عندكم باين ولا لا، بس هو كده هيظهر عندكم دلوقتي حالا في الشاشه، يمين او شمال او يمين. فهو جابه صح، هنودي اسم يوتيوبر صاحب قناه على يوتيوب صح، وانا بجد متفاجئ. انا مش مصدق صراحه اللي هو بجد جابه هنودي اسم. لو حبيتوا النوعيه من الفيديوهات دي او السيت اب الحلو ده اللي انا صراحه فرحان بيه اللي انا عملته، ف
يعني لو حبيتوا النوعية دي من الفيديوهات اللي احنا نطلع نجيب مثلا نشوف يوتيوبر نشوف المجد السحر يعرف يجيبهم ولا لا، انزلوا تحت وصلوا الفيديو 50 لايك، ولو انت لسه جديد في القناة انزل اعمل اشتراك من تحت. فبس كده الفيديو خلص، كان معكم اي بي فيديو، سلام. Tell me that you